اردش تفيد بنار واكشط لحمها، اردش تفيد بنار واكشط لحمها، خاف ان تظل اثار منك وشمها. مولاي وي غير ستة ريل، هي سيد وليد، وي غير ستة ريل والدلل يضيع، هي وما تنعدل وياي مثل التواقيع. الله الله، الله يسلمك. برحوا تعزني الناس، برحوا تعزني الناس ومخير خيار، برحي وتعزني الناس ومخير خيار، اصعد لقلبه وشوف شو مسوي الاحجار. اردسد عيني بجير، ايه اردسد عيني بجير واطفيها فد نوب، صيت اهلي طبحه اجوز من شاله الثوب. الله، الله يسلمك. مخيط جبت للعين زرر دزرها، شي اكلت نص هواي بس بخزرها. من تالي من تالي هاي الناس قامت تماشيك، وانا الربيت وياك بالصدفه لاقيك. ولا طايح طايح وصوت تخيل ما سمعتهم، طايح وصوت تخيل ما سمعتهم، طاحوا وشيل فروخ عقرب وشلتها. أذنوا ما مش ماي، ايه أذنوا ما مش ماي بس هي يمي. شلون شلون؟ أذن ما مش ماي وما مش ماي بس هي يمي، ما حرت وتوضيت من قصة أمي. الله الله الله، الله. شلون شلون سيد؟ أذنوا ما مش ماي، ايه بس هي يمي، بس هي يمي، ما حرت وتوضيت من قصة أمي. خنجر طحت بقراب، خنجر طحت بقراب، راعية مخواف، شظن بعد يا صاح بالموز من شاف. مولاي تواضعت حد ما قام ما يمشي سوقي، ولا تواضعت حد ما قام ما يمشي سوقي، وادم عمرها قماط تتشلب فوقي. الله يسلمك. شلون سيد؟ الله الله. تواضعت حد ما قام ما يمشي سوقي، هي وادم عمرها قماط تتشلب فوقي. لابد بسد العوز، لابد بسد العوز، بس كل طالع ما ضم للشاهين كثر البراقع. سيد غير الطبع وصار بالعالي سوقي، بطل. غير الطبع وصار بالعالي سوق، وخياله هسه تخاف تتشلب فوقي. الله الله، غير الطبع وصار بالعالي سوق، وخياله هسه تخاف تتشلب فوقي. بالحجر والقى الماي تشاوج هكش بي، بالحجر والقى الماي تشاوج هكش بي، مغيم ولا صح يوم قطرة ندع لي. النعمة مو بالذات والفوق صلى، ايه النعمة مو بزاد، ايه والفوق صلى، الصاحب اللي بي خير هم نعمة الله. الله الله الله، يسلمك. عفية على هاي الروح، عفية على هاي الروح بيها الحزن عن، عفية على هاي الروح بيها الحزن عن، يلقط شي بالراس من يلقط الوين. لا يفرح الموخوش شيطحنا قبله، ايه لا يفرح الموخوش شيطحنا قبله، الحمل من يطيح بولها يغلى. الله الله يسلمك. الله يا سيدنا. طيب. كل الهلا بكم مشاهدينا الكرام متابعي قناة الطليعة الفضائية، وهذه حلقة جديدة ومختلفة جدا. أراهنكم أنه راح تسمعون شعر وراح تتونسون. ضيفنا لهذه الحلقة شاعر شاب مبدع، يكتب النص القصيدة أقصد، ويكتب الدارمي، يكتب الشعر بأنواعه، ابن الرميثي. مولاي تاج راسي، كل الهلا. الله يسلمك. أهلا وسهلا. طبعا يسلم. للتنويه، أول بيت للدارمي الشاعر هضم الجياشي، الدارميات اللي قريتن سيد مهدي العوادي، والدارمي الأخير الشاعر محمد عزيز. كل الهلا بيك. الله يسلمك سيدنا. طبعا أنا من الناس اللي الله شاهد مو مجاملة، يعني يحبون البصرة، يعني بشكل مو طبيعي، بهلاها بشعرها بثقافتها، بعد البصرة غنية عن التعريف. الله يعزك. اي فكتبت هذا البيت
نتشرف بالهلا بالهلا تحط نيشان يوصل للاغماق. اي بالهلا تحط نيشان يوصل للاغماق يوصل للاغماق البصره قبل الزاد ملقاها ينضاك. الله 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 يسلمك سيدنا استريح اولادك. الله رميده الله يسلمك. فرحان بتواجدك. الله يسلمك. كلش فرحان بتواجدك. بعد رحم مولاي انا فرحان بشوفتكم. اللي مو مفاجئني ولكن اللي دائما اتشوق له من اشوف شاعر شاب ويكتب التنوع بحرفه. سيد وليد من الشعراء الشباب ولكن يكتب الدارم يكتب القصيده بحرفه. هاي فتره كثره استماع. والله سيد انا احب الشعر يعني بشكل عام. انا ما يعني ما اهتم او ما اختص بموضوع يعني او بلون معين. هاي من الايجابيات. فالخلاني اكتب الدارمي انا اكتب قصيده. يعني مريت بظروف يعني ما تسمح لي بان القصيده تدري راد لها تعب ووقت ما تقدر توظفها. اها فحتى اتواصل ويا ناسي اللي تحبني فظليت اكتب الدارمي. الدارمي يعني سهوله اكتبه. انا بالنسبه لي بسهوله اكتبه. اما اكو ناس ما ادري. فظليت اكتب الدارمي حتى شيني اظل مستمر انا بالوسط وما انقطع عنهم لان القصيده تريد منه وقت. وشفت روحك مبدع. شفت اكو ناس هوايه يعني حتى يعني تسمعنا هسه دارمي. انا جدا طبعا استمتع من اسمع لك الدارمي. الله يسلمك. او القصيده. الله يسلمك. سولفنا عن اجواء القصيده. هسه انت يعني نقدر نقول انه شاعر قصيده. لو الشاعر يعني اللي وصلك للجمهور لو شاعر دارمي هسه عند الناس من وعد سيد ولي. والله مولاي عدنا. وانت وين شفت روحك؟ سيداني انا اشوف روحي بالشعر الشعبي بشكل عام. بيا لون الدارمي لو لا بشكل عام. انا والله انا اكتب هن اثنين هن. اكو ناس يعني انت سيد بعد انت بالوسط واقدم مني وبعد الله يعزك. اكو ناس سيد ما تسمع قصيده. تحب الدارمي جمهور الدارمي ترى يعني معين. فما تسمع قصيده تسمع الدارمي فتسمع سيد وليد من ينزل مقطع دارمي من مقطع فيديو دارمي. واكو ناس بنفس الوقت تسمع قصيده تحب سيد وليد بالقصيده. واكو اثنين هن يعني فالاذواق متنوعه سيد. شنو الكتابات اللي شفتها وصلت للجمهور؟ قلت بس الاكثريه هن اثنين هن وصلن مولاي بس الاكثريه صحيح الدارمي. ليش ما قاعد تتنازل؟ لا ما تنازل. لا والله ما تنازل. انا شكو بيت اكتبه هو عزيز عليه وافتخر به وما تبرى منه. بس شفت عندك انه السهوله بالدارمي يعني مو ذاك الاهتمام عندك مو شيء الاساسي حسب كلامك رغم انت مبدع بكتابتك. مولاي احنا بشكل عام تقول شيء سهل يعني بالسماوه وبالرميثه عندنا الشاعر يكتب مو بس سيد وليد يكتب انواع الشعر. شنو السبب تختلف هاي المناطق تختلف كتابه الدارمي يعني بالخصوص الدارمي؟ يعني بيئتكم المفردة سيد البيئة هاي شيء عنصر أساسي لكن الجمهور أهلكم يتداولون جمهورنا إذا ما تكتب له قصيدة ما يحسبك شاعر. جيد. إيه إيجابيات. إذا ما تكتب له قصيدة جمهور السماء وإذا ما عندك قصيدة ما مو شاعر أنت. اكتب ألف دارمي. نعم. مو يقولون الدارمي قصيدة مضغوطة. نعم. اكتب ألف قصيدة مضغوطة إذا ما تكتب له قصيدة نص مو شاعر أنت. هاي عندنا بالسماوة. اليوم أريد أسمع القصيدة من سيد ولي. سمعنا الدارمي خادم مولاي. نسمع القصيدة. هسا أنت نايم أي وأنا قلب صور وبقلب أقول أن بل كمر لب حلم حبيتك بقد ما بروحك بعد بقد ما كنت ويا الله ما ملتزم. هسا أنت نايم وأنا قلب صور. هسا أنت نايم وأنا قلب صور وبقلب أقول أن بل كمر لب حلم حبيتك بقد ما بروحك بعد بقد ما كنت ويا الله ما ملتزم رادونا وصفك قلت مثل الوجع. الله 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 يسلمك مولاي. حبيتك بقد ما بروحك بعد بقد ما كنت ويا الله ما ملتزم رادونا وصفك قلت مثل الوجع عند المكان وهو ما يلزم. الله 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 يسلمك. رادونا وصفك قلت مثل الوجع عند المكان وهو ما يلزم بس كذبت على يلزمك بشر انا مديسك بالصور تلجم. الله سيدي الله الله يسلمك. رادونا وصفك قلت مثل الوجع عند المكان عند المكان وهو ما يلزم بس كذبت على يلزمك بشر انا من وصف انا
بس كذبت على يلزمك بشر، انا منجيسك بالصور تلجم، يا معستك تشبه المال اخو العد امه والكل سات سمي باسم. الله يا معستك تشبه المال اخو العد امه والكل سات سمي باسم كل سهلت وياك. ايه حد ما قمت تقران وانت مغمض ومبتسم، صبورة أول ما أتعبك كنت بس ويا غيرك أشبه الطل اسم. هلا صبورة أول ما أتعبك كنت بس ويا غيرك أشبه الطل اسم، بجفوف وديت برقعت صورتك مثل الشريفة تستحي من الزلم. هلا بجفوف وديت برقعت صورتك مثل الشريفة تستحي من الزلم، مثل الشريفة تستحي من الزلم، بحيث ما ضمها قمت على الخلق من قد أثر بصماتي ما تنفهم، بحيث ما ضمها قمت على الخلق من قد أثر بصماتي ما تنفهم، خليت نحجاية شرف عد غجر ما حد بحاله ولا محصل ولم، قلت لك عشقتك من قلب مو كذب، قلت للي يحب من قلبه ما يفتهم. الله الله قلت لك عشقتك من قلب مو كذب، قلت للي يحب من قلبه ما يفتهم، قلت للي يحب من قلبه ما يفتهم، قلت لك واسم الداق على الزنت. ايه قلت له انا وخر الشام شنه الوشم. الله يسلمك سيدي. قلت لك واسم الداق على الزنت، قلت له انا وخر الشام شنه منك فهمت العشره مثل اللبس وكل ساعة لازم تفترق ويهدم. الله 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 مثل الخيوط التايخة تقطعت خبزة يتامى بلا رحمة فيلم. الله الله يسلمك. العشرة مظاهرة. اي والله. اها. اي حرامات. يعني بحياتك لو تشوفها تخيل. لا سيدي بشكل عام. سالفنا صدق اليوم. مولاي المجتمع كله بعد اغلبيته هو ايش صار؟ حياة سيدي وليد العوادي. والله حياتي بعد شعر. مظاهر؟ بالنسبة لي؟ ايه؟ لا وعلي. لا مو انت شخصيا. ايه؟ وانما الناس اللي حواليك مثل ما يقول سيد مو اصحاب الاقنعة. سيد مو كلها بس نقول الاغلبية. احنا ما نسولف على الكل. لا الاغلبية اي. اللي يعجبني بيك انه سيد وليد وصل بشعره بقصيدته. الله يحفظك سيدنا. هو فرض كتاباته على الوسط. الله يسلمك مولاي. متابعت نتاجك يعني الشعري شفت انه اي ذائقه انه يحترم نتاج سيده، ما شفت لك ثغره رغم عمرك. الله يسلمك مولاي. ايش قصر لك تكتب القصيده او الدارم؟ سيد الانطلاقه يعني اول ظهور اللي على المنصه 2013. جيد. اي 2013 وسيد تدري انت بوقاتها ماكو يعني توثيق مثل هسه حتى للمهرجانات. قبل حتى المهرجان بوستر ما نسوي، يعني مجرد تروح تقرا وترجع ماكو كل توثيق. ما قاعد اشوف مهرجانات برا ميته يعني مو هسه سابقا. سيد تدري انت الوباء يعني هواي ظروف وقبلها سيد الرميثه هواي تعبت. هسه من اسالك سؤال اقول لك منو خابر لك شخصيا وقال لك تعال شنو محتاج؟ اكو شخص؟ مو هسه. هسه سيد حياتنا سيد حامد الجمراوي. من يا سيد حامد بعد سيدنا وهذا وجهنا الابيض وعلي. لا قبل. من يا ناحيه مولاي؟ انت كشاعر قال لك سيد ولي شنو محتاج انا بخدمتك وانت كشاعر شاب لك حق علي. دعاك صار لك سبب انه يوصل قصيدته؟ سيد انا ما انكر فضل اخوي واستاذ مرتضى الزرجاوي. تحياتنا. انا ببداياتي مرتضى هو كان وياي بنفس المنطقه وبعدين شاله وغير منطقه فسمع بي اكتب لاقاني قال لي انت تطلع ما تظل هيك. قلت له انا اكتب لنفسي فهو اللي مثل ما تقول دلاني على السكه مرتضى الزرجاوي. ولكن شوف هذا الشيء صح اكتب لنفسي يعني بعد التجربه. والله مولاي اللي يريد ناس لها حق اللي يريد يوصل اللي يريد يوصل غلط بس اكو يعني شخص هو ما معروف يريد يكتب لروحه فهاي نعم. شيء ظال يمه. نعم. الان سيد وليد تشوف الاسماء اللي بجيل سيد وليد الان صاروا نجوم مو صح؟ قاعد يحسبون حساباتهم صح والجيل الشباب قاعد يكتبون الصوره الصح. صحيح. لو سال السيد وليد سؤال اقول لك انه لكل جيل مدارس
أقول لك نظرة الشباب بالجيل اللي سبقهم والجيلهم. يعني أفتهم من كلامك مدرسة الشعرية حالياً بالشعر الشعبي؟ على الشباب أقول لك إنه هذا الشاب يستحق إنه وصل نجومياً. ما أقصد على المدارس، الجيل اللي سبقكم مدارس، إحنا ما نقدر. يعني أذكر لك أسماء شباب. أسماء. وصلوا لو ما. يعني لا وصلوا الآن. شوف جيلك بالعموم، شوف جيلك يستحق النجومية. والله هواي مولاي. شنو عقباتكم أو شنو سلبياتكم؟ سيد اليوم الزخم بالشعراء يعني هواي يعني بشكل مو طبيعي، كلها تكتب. فمثلا برنامج رسائل شريد يصير يستضيف 10-10. هواي المشكلة اللي قاعدة عانية. اي سيد، فمن هذا الباب واكو يعني مثل ما تقول اليوم الشاعر يقدر يطلع روحه من خلال يعني التواصل الاجتماعي. نعم. او يقدر يصور سيد. خدمتك انا شفت التواصل الاجتماعي خدمك اليوتيوب. اي انا واحد من الناس. نعم. صحيح، وما انكراني طبعا اخوي ويعني هيبتنا سيد حامد جمراوي. ويسألون سيد حامد. اي والله. سيد ليش نسولف بسيد حامد؟ قلت لك انا من 2013 انا مو صديقي هو. يا هو سيد حامد. سيد حامد انا ما عليه بعلاقاتكم بي. من 2013 احنا من 2013 احنا نصعد منصه. اي ونقرا مهرجانات حتى محافظات ونطلع، لكن الفرصه الاعلاميه يعني هو طلعوا يعني انت تعرفهم اسماء من السماوه يعني حتى من يطلب منا شاعر شاب ما يجي لسيد وليد باعتباره ما عنده علاقه بسيد. نعم. وليد. نعم. او هذا الشخص عنده علاقه ما عنده علاقه بي، عنده شعر قال له تعال جي. ومن الناس اللي يعني خاف تقول يعني احنا غير محور. لا بالعكس، من الناس اللي لازم تذكر. اي والله من الناس طبعا، هاي شيء مهم، من الناس اللي نقد 3 ألوان للشعر الشعبي، الدارمي والبوذيه والاهزوجه. نعم. يعني مثل ما تقول جدد الدماء بيهن. زين هاي الحركه اللي صارت وصارت انه التجمعات وصار تعاون، صارت انتقادات، صارت مشاكل مثل ما يقول، اكو صارت ضديه. والله سيد لابد. سيد مثل هو معروف، الشجره المثمره ترمى بالحجار. نعم. اكيد هاي والله الانتقادات منتهين منها. اسمع قصيده هواي انا خادمك سيد من وقتك. عفتك وانتهت ذيك المحنه وياك، عفتك وانتهت ذيك المحنه وياك، وذبل عودك بعيني وقام يتكسر، وكلش عاذرك والصوت ابد مو بيك، صوت جفوف هاي اللي خلتك تكبر، حاي الطين ما اعرف شنو اللي يرضيك. اصير الماي توقع عشح تتفطر. حيره. حاي الطين ما اعرف شنو اللي يرضيك، اصير الماي توقع عشح تتفطر، اللي يلبس غير هدمه يفشل نجدي الناس، اللي يلبس غير هدمه يفشل نجدي الناس، إذا سألوا على اسمه يقوله ما يقدر. الله الله. يبست شجرتك واستوطنتها صقور. الله. يبست شجرتك. واستوطنتها صقور. واستوطنتها صقور وخايف لا تصبح حصة المجمر. طبع مبرد تبوق من اللي يصف وياك. إيه. طبع مبرد تبوق من اللي يصف وياك. الله الله. إيش ما كبرك ترد بسوالفك تصغر مولاي. الله يسلمك. طبع مبرد. إيه. تبوك من اللي يصف وياك، إش ما كبرك ترد بسوالفك تصغر، حنين وما أكره بس صدت كل رخيص، وشي يطلب قلبه مقابح الدفتر، حنين وما أكره بس صدت كل رخيص، وشي يطلب قلبه مقابح الدفتر، خذت عبرة وبعد ما طب بقلب إنسان، وحتى انحب قمت عن واد ما تكتر، مثل ساعة الحرقة بلا سبب ما أجيك. الله الله. مثل ساعة الحرقة. أيه. بلا سبب ما جيك، وجل فايتك ومن عدك اتعذر، شفتك وردت وبوجهك شقد ماي، ومثل عيون شفتك وردت وبوجهك شقد ماي، ومثل عيون خدك صار لون احمر، شفتك وردت وبوجهك شقد ماي، ومثل عيون خدك صار لون احمر، وتضحك للهوى وتبتسم للشتال. الله الله. تضحك للهوى وتبتسم للشتال، بس بوجه عمرك ضحكه ما تخسر، محد ما انكر
من كثر ما تعبان بس ست نعوش تتقلد الخنجر. محدب ما انكر من كثر ما تعبان بس ست نعوش تتقلد الخنجر. ما عنده عقل مو مال ذم طاووس. الله ما عنده عقل مو مال ذم طاووس من قد فطرته بريشاته يتبختر. بس انت اللي بعقلك شو صرت مغرور وعن ناس بتحبك قمت تتكبر تخزر بالسماء ورجليك حدر القاع وانت بلا يري شو عالي تتصور في منين لك شو كلها تقعد بيك في منين لك الله يسلمك في منين لك شو كلها تقعد بيك غثيث وتنرغب كأنك شمس مصطر الله 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 في منين لك شو كلها تقعد بيك غثيث وتنرغب كأنك شمس مصطر افطن للوفة تلقى عدو وياك سيف تصير لم يصير لك منحر عشرتك ذابلة وبستي بس يضحكون وسقيتك من جديد وكل شو ما خضر محضر شادرك بس مستحن للناس الله الله عن أسباب موتك شحتي شذكر الله 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 يسلم الله الله طيب ماتوا بقلبك هواي اي والله بعدك شاب اشوف يعني التعب ماخذ من جرف القصائد اي والله اليوم فضحنا راحتنا بالقصائد الله يسلمك 2020 24 6 ما في ذاكرة السيد وليد العوادي مولاي الإنسان من يسجل حضور بحياتك بفترة معينة وتعتبره هو مرايتك وتعطيك كل أسرارك بفترة معينة وبنفس الوقت ما يطول وياك ويخذ لك ويروح بدون ما يعني ليش يعني انت شيء افراق ما متهيئ له سولف انه اللي بقلبك انت بعد لا ايه لا تظلم علينا ايه سيد عندي صاحب ايه كان اخوي وما كعز منه على قلبي كل شيء يحبني واحبه عندي صاحب كان اخوي وما كعز منه على قلبي كل شيء يحبني واحبه ايه وقضى عمره بروح عايش كنه تعب الله 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 يسلمك عند صاحب كان أخوي وما كعز منه على قلبي عند صاحب كان أخوي وما كعز منه على قلبي كل شيء يحبني وحبه وقضى عمره بروح عايش شن تعبي درب عن بيتي بعيد ويعتني لي يقول لي بس انت لقيتك تستحق هاي المعزة يقول لي بس انت لقيتك تستحق هاي المعزة وما يهم من اعتنيك وما يهم لو طال دربي واستلذ من اعتنيك وما يهم لو طال دربي هنا احتاريت بمكانه بيا كتر لو ردت اضمه قلبه لامي الله 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 هنا احتاريت بمكانه بيا كتر لو ردت اضمه قلبه لامي قلبه لامي هي وعيني تارسها ابوي وريت متربع على اخوتي المهم وي ام عفته وقلت له بالك من حزنها الله 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 يسلمك الله المهم وي ام عفته وقلت له بالك من حزنها سيد زعل مني ودار وجهه وقال لي ليش شلون ما حاسبني ابنها الله الله يسلمك الله زعل مني الله ودار وجهه وقال لي ليش شلون ما حاسبني ابنها قلت له اخ حكايتك تسوى السنين اللي خلصتها بدون واهس والوجوه اللي مرت علي ونستني ولسه من لحم ولا شبعان سنها والوجوه اللي مرت علي ونستني ولسه من لحم ولا شبعان سنها قال لي شبيك الاغاني قال لي شبيك الاغاني تبهت وما حد يحبها الا تتغنى بلحنها الله قال لي شبيك الاغاني تبهت وما حد يحبها الا تتغنى بلحنها تبهت وما حد يحبها الا تتغنى بلحنها الصدقه نعمه فعلا الصدقه نعمه وهل لقيت النعمه انت قلت له وعيون اللي اكلها تراب حرمان السنين وقام يتعكز نظرها
قلت له وعيون الأكلها تراب حرمان السنين، وقام يتعكز نظرها. أنا روحي حجارة مسودا غريب، مدري وين بيا حلم ضاج وشمرها. الله 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 يسلمك. الله. أنا روحي حجارة مسودا غريب، مدري وين بيا حلم ضاج وشمرها. أنا روحي شافت أكبر من عمرها، روح بس الله بقدرته يقدر يجبر كسرها. وانت جيت تريد تزقل بي ذابل، يا عزيز الدنيا بس وياي صيف ودوم تشوله وفوق ما يوقع مطرها. قال شاو دموعي علما، قلت له باكر دمعك يطيح على روحك، دنيتك وكحة وتوقعك دير وجهك عنها لو هزت خصرها. قال وانت؟ قلت له بعد اللي قلت لي راح اجربك. قال جربني واذا مو قدها سافر. قلت له مثلك يا مناس معاشرين وتالي باعون برخص كاروك والبايع تعاجر. الله الله الله. قال جربني واذا مو قدها سافر. قلت له مثلك يا مناس معاشريني. ها سيد وليد. الله يسلمك مولاي. قلت له مثلك يا مناس معاشرين وتالي باعون برخص كاروك والبايع تعاجر. قال انا اختلف عنهم. قلت له بيش؟ قال انا اندل وجعتك واعرف وش قد عن نسوك عتاب كاتب، واعرف لمن صرت شاعر. الله الله يسلمك. واعرف لمن صرت شاعر واعرف وش كم ليله ساهر. قلت له ما اخسر اذا ويم عوفك، انا متعود واصلا هالعمر قضيته خاسر. المهم حسبت اخوي وعاش بي يومين على وضعه، يوم ثالث لن ثقيل علي احسه. قلت له ليش؟ وقال حزنك غثني كلش ما تحمل هيك عاشر. قلت له ليش؟ وقال حزنك غثني كلش ما تحمل هيك عاشر، انا متعود اعيش احلى من اليوم باكر. قلت له روح. وقال انا راح اسافر. قلت له سافر؟ قال انا راح اسافر وحتى ما يتعب صديقي بيدي قصيت التذاكر. انا الله قصيت الله التذاكر الله مولاي. الله 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 يسلمك. الله يحفظك. دراما ومسرح. الله يسلمك. وحده موضوع صور. الله يا سيد. الله يسلمك مولاي. نص كبير الله جدا. شهاده موفق مولاي. يا سيد. الله يسلمك. الله يحفظك. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير وراجعين. رجعنا وياكم مشاهدينا الكرام مع الممتع والشاعر والطيب الرميدة كل الهلا يا سيد وليد. الله يسلمك. جدا فرحان سيدنا الهلا مالتك قصيدة. الله يعزك ويسلمك. الله يحفظك. اسلوبك مختلف يعني حتى عن شعراء الرميدة يعني عذرا، بس اشوفك مختلف والله سيد. تناولك للمفردات، هو كل شخص بيكم كل شاعر بيكم مختلف بالرميدة، لكن اشوفك انه تكتب السهل الممتنع بطريقه سلسه وتتضمن الصوره. الله يحفظك سيد. هاي طبعا هاي الطريقه اجت يعني انا بالنسبه لي احتكيت بهواي شعراء يعني كتاباتهم مختلفه. جيد. يعني شعراء سبقوني ما تاثرت لي بشخص معين، استفاديت من هذا الشاعر واستفاديت منها كونت لي لون يعني خاص بي. احتكاك احتكاك مهم. واشوفك يعني ما مستعجل. قصايد الوان متنوعه. اشوفك ايضا ما مستعجل بخطواتك. لو سالتك انه على المدارس، بما انه انت انه احتكيت حتى بالجيل اللي سابق الان، ولو هو حديث الساحه المدارس، ولكن كشاعر شاب اليوم ويبحث ايضا عن النجوميه وتستحق النجوميه، كل شاعر شاب اليوم يبحث عن النجوميه ويبحث عن الاصول. صح. رايك بالمدارس الان؟ سيد طبعا هذا السؤال هواي ينسئل بالبرامج، انا اريد اختلف بالجواب. نعم. على هذا السؤال انا من طبيت للاستوديو شفت عندك شيء يعني يدل على هاي المدارس، اذا تسمح لي خذ الاستوديو. الله يعزك ويسلمك. اها بدر شاكر السيار. سيدنا المدرسه الوحيده بدر الله. شاكر السيار. الله. هذا رايي. الله يحفظك. الله ويخليك سيد. رأيك صعب يعني رغم أنه أشوف آراء الشباب أو جيلك تكون آراءهم محدودة، ولكن
رايك ابعد. الله يحفظك. احسن. هاي الاسماء فعلا هو المدارس من ياسس وهي مجموعه المدارس وليس بدر شاكر السياب من الاشخاص اللي اسسوا مدرسه الشعر الحر. ايضا يعني قاعد نشوف انه الشعر والقصيده ما قاعد نشوف تجمع لشعراء شعب من انطوا شيء جديد، قاعد نشوف كلمه مثل نفسك كلمه مثل قصيده. لو توافقنا الراي تقصد الشعراء الشباب؟ نعم، لان هي المدرسه مجموعه من الشعراء ياسسوا، فما شفنا بالشعراء شعب. سيد ماكو مدرسه بهذا الوقت حاليا، ما عندنا مدرسه. انا كرأي ماكو مدرسه، اما راي سيد علي او راي فلان من الناس هذا الشيء راجع. لا انا بالنسبه لي ما اشوف مدرسه. رايك الشخصي. الله يحفظك. خلينا نستهل البارت الثاني، قصيده سيدنا. قصيده طبعا بها قبلها قصه. ايه نسمع. احد اصدقائي يحب لبنيه فسولف لي، يقول سولفت لصاحبي، يعني صاحبي مثل ما تقول صندوق اسراري. اي سولفت له عنها وقلت له يعني بنت فلان عن فلان. ف يقول راح يعني ورا فتره، يقول انا تاخرت عنها يعني بسبب الظروف، يقول هو متمكن فراح خطبها. انا مسولف له عنها وهو راح خطبها، فقال لي اريدك تكتب عن هذا الموضوع. فعلى لسانه يقول رجفت ضلوعي، رجفت ضلوع وذكرتك واشتهيت عيونك كان من شمس. يا بنية التنسى صاحبها بشتى الله تعتبر كتلة نفس. بذمة القسمة وقذلتك، بذمة الخلة وشعر راسي توارد وي بدلتك. الله الله يسلمك سيدي. بذمة القسمة وقذلتك، بذمة الخلة وشعر راسي توارد وي بدلتك، بذمة المال صديق. سولفت له هواي عن مشتاله غافلني وخذاك، وانت خنتين علي لسه ريحه زلفك تفوح على كف، ولسه وجه لله عليك وتفزع الوادم تطفي. الله 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 يسلمك. ولسه بي شح والله وينك طولي وتقعد امي وتبكي فوق وتبقى بصور بشفها. ولسه بي شح والله وينك طول وتقعد امي وتبكي فوق وتبقى بصور رشتها في. ايوه حق شعرك هذاك اللي كنا خلقي، صورتك ما فارقتني وعقب شفك شيء بنايم فوق زلفي. غربتك ما كبرت اكبر واصغر بعين المرايه اللي قمت غازلها بضحكتي، والله من زفتش تعدت سيد الصار. والله من زفت استعدت عود هوسه. ايه اوراق صغربه هوسه تعرس بعد عود هوسه. والله من زفت استعدت. ايه عود هوسه اوراق صغربه وصوت اغاني ونسمع صوت الدمع. الله 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 يسلمك. الله الله يحفظك. الله والله من زفت استعدت عود هوسه. عود هوسه وصوت اغاني ورقص غربه ورقص غربه ونسمع صوت الدمعتي. وصحت باسمك يا فلانه يا فلانه، الشوق ما يرحم بنادم، بذمتك عمر وضحكتي، بذمتك حيل وخضاري، وردت اقول لك الف مبروك بزواجك لكن ثقيل على شفتي. كنت طيره وغصن كانه وكان نص مهرك خضاري. يا غصن غرك يا حلوه ومن مطرتي، هواي لاموا روحي منك وانا اول من لمتها، هواي قالوا خانتك بس ما رضيت، وانا قلت الصوت بي تحبني بس ما دللتها. الله الله. كان همي عيونك يشوفن فرحه، وكان همك تعوفين وصوت نيتك ما شفتها، ومثل نيتك لون حيطان بغرفتي من كثر شرب الجقاير سومرتها. الله 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 يسلمك. الله ومدرويا بيا جرح بيا نسيتك، صوره لك تلكم بعين وشققتها،
ولسه حرقه بقلب وكنها حرقه المو حلوه كلش لما يخطبون اختها. الله 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 يحفظها. الله ولسه حرقه بقلب وكنها حرقه المو حلوه كلش لما يخطبون اختها. الله يحفظك. ولسه حرقه بقلب وكنها حرقه المو حلوه كلش لما يخطبون اختها. ولسه من قد ما احبك ودي هنيك بفرحتك لكن صعبه وما قلت الف مبروك بزواجك. هاي صعبه وما قلت. الله مولاي من كثر شرب الجقاير سمرتها. الله يحفظك سيدنا. ليش قاعد احس انه انت كاتب القصيده؟ يعني عاده من الشاعر يكتب عن حاله انه ما تمثله يكون اقل وجدان او اقل يعني مصداقيه بالقصيده، بس احس القصيده انت عايشه. لا يعني سيد. الصوره والتعب وال ألم. لا سيد الله يبعد. شخص قريب قريب عليك. الله يبعدنا عن الخيانة. هذا الشخص قريب عليك؟ أكيد. بحيث أنا أحسك إنه عايش الوجع مالته وعايش الداخل. مولاي إحنا مثل ما تقول إحنا لسان الجمهور، يعني شيء جميل. خطية اللي يحب وما يكتب شعر خاصة إذا فارق. والله وين يروح؟ يروح للشعر. هو شيء جميل إنه الشعر من يحمل هموم الناس. إيه والله. فرح حزنها. والله يبعدك ان شاء الله من الحزن. اي والله. سيد مبدع جدا. الله يسلمك. كتاباتك يعني الصوره والاستحداث مختلف جدا. اهنيك علي. الله يسلمك سيد. ولهذا انا قبل لا اخذ قصيده طمعان انه اسمع قصائد، اريد اقول لك فقره نكران ذات. المره راح تكون بجيلك حتى نقدر نوصفهم. جيلي؟ سيد تعطيني وقت اذكر اسماء هو. براحتك. بس الاولى حتى نقدر نوصفهم. اي والله. سيد حتى اصغر منه مو شرط يعني اصغر الشاعر الشاعر بس. أيوة والله شعراء. والله شعراء يعني لا ما اخذوا فرصتهم بالاعلام يعني من هذا الباب. عندنا بالرميته عندنا عباس عظيم الياسري. نعم تحياتنا السيد عباس. اي والله. عندنا حسن الشيباني، عندنا فاضل ذياب، عندنا مصطفى فوزي، عندنا علي سلمان، مصطفى العسكري. هواي سيد انا انساهم كلش. هواي. زين اريد اسالك سؤال، من القريبة على الرميثة؟ أنا ليش قاعد أشوف تواجد شعراء الرميثة يعني منعدم هسه الآن؟ صار تواصل بقية المحافظات حتى المهرجانات يعني الجنوب بغداد أشوف قلة تواصل. يعني الخلل بشعراء الرميثة. أنا قاعد أسمع شعر اليوم سيد وليد، سمعني شعر اليوم قاعد أسمع فد شيء مختلف ما مستنسخ. شنو السبب هذا ابتعادكم؟ يعني مو ابتعاد يعني السبب انه العلاقات او كذا. ليش ماكو تواصل حتى المهرجانات ما شفته هسه الان في الاونه الاخيره؟ اي لاحظت هذا الشيء، ولكن اغلب الشعراء ماكو تواصل بينهم وبين المحافظات. سيدنا قلت لك، انا قلت لك اليوم الشاعر اذا يطلع لو يكتب معلقات اذا ما عنده علاقات ما يوصل حتى ذا هو يعني. اذا اكو تقصير من جانبكم؟ انا ضد فكره الشعر يوصل. الشعر يوصل صحيح يوصل، بس انت راعيه ما تعرفه ياهو مو؟ فعلا الشعر يوصل بس انت راعيه. لا لازم تخلي القصيده بالموقع الصح بالموضوع الصح. حتى بالوقت مناسب. سيد اليوم انت تسمع لك بيت حلو كلش يقولوا لك للرميثي، بس انت هذا الشخص ما تلاقيه ما تعرفه. اغلب يعني شعراء ما قارية بالمكان الصح. شعراء الرميثة يعانون من هذا الشيء، شعرهم يوصل بس هم يعني ما معروفين. واني اعتب الشعراء السبقانة بالتجربة يعني يطلعون بالفضائيات المفروض. هو انا هذا اللي اريد اسولف عنه. انا اشوفك يعني ما اعرف متكتم على هواي قضايا بس. والله يعني سيد اذا اسولف الحقيقة يعني. لا هو احنا نسولف الحقيقة. احنا ليش نسولف الحقيقة؟ احنا ما عندنا مشاكل او كذا، كلهم اخواتنا، بس احنا نسولف بس بيها حتى نعالجها من هذا الباب، حتى انه الشعراء شباب يستحقون ولازم انه ينذكرون بالبرامج. لازم انه كل شاعر شاب ياخذ استحقاقه من هذا الباب، والا احنا اخو ما عندنا مشاكل ولا شخص. مولاي بكل محافظه كل محافظه اكو شعراء مبدعين شباب ما جاي يطلعون. وانا اعتب شكو شعراء اسماء بكل محافظه انا يعني اوجه لهم عتب، وهم مقصرين وهم الصوت بهم. لان اليوم اذا مو شاعر اسم ويوصل يعني الشباب سيدنا، انا اوجه العتب الشعراء اللي سبقوكم بالتجربه بكل محافظه. مو لان انا اهم عندي علاقات بمحافظات يعني شعراء شباب يخبلون بس ما حد يعرفهم. وين الصوت بالاسماء مال كل محافظات؟
نعم فعلا. ومو شرط اسمه عجوز، بس اسم جوز مو شعر، بس هو اصلا هنا. نتمنى انه بعض الاسماء انه تاخذ دورها الصح باحتضان شعراء الشباب. سيدك وانسان لازم نصفه، فيعني هو كلش يعني اتجه للرميثة. نعم. الله شاهد مو مجامله. سيد حامد الجمراوي، ما تحبون سيد حامد؟ والله تدري شلون سيد، اكو فقره مهمه اليوم انا بدي اسوي مهرجان. نعم لا هو رجل طبعا اخوي، ولو هذا الشيء ما ينذكر اخاف لربما الناس تقول لا، رجل بذل جهد، رجل انطى من حياته، رجل انطى من وقته، هواي انطى للوسط. يقول مجامله اكو يوتيوب، انا بالنسبه لي افتتحت ملتقى الامل الثقافي، اول من دعم هذا الملتقى وهو بغنى عنه سيد حامد، سيد حامد الجمراوي اول من دعم هذا الملتقى، هو منتدى سريح اول من دعم منتدى الدارمي، والله شاهد احنا كشعراء ملتقانا سيد حامد دائما يعني، الله شاهد الباب مالته اني يعني من اشوفه مسدود اتفاجئ، اقول عده ظروف دائما مفتوح بيت سيد حامد. والنعم. اي أيوة والله. لذلك هسه الاخوه ان شاء الله. الله يحفظك سيد. ديما الجمعه ان شاء الله. نسمع قصيده. خادم سيد. قبلك دورت. اي. بس ما لقيت جفوف. من تعتك تشبقك خاف تتبدل. وعشت مثل المشط بجفوفهم ولقيت اللي تقودت جفوف بهالوقت ينذل. الله وهو كلش عدل، بس انا اقول لك ليش كيما قيود ظل محد بالمنجل، وهو كلش عدل بس انا اقول لك ليش كيما قيود ظل محد بالمنجل، عشت مثل الدمع سيد، عشت مثل الدمع لو طحت يرتاحون. الله. وعز واحد بربعي ورد منذبه لجتني هواي وادم كان هظل وياي، مو قصه محبه الكتل تتقتل، جتني هواي وادم تنهضل وياي، مو قصة محبة الكتل تتختل، ترى بقلب النهر تلقش كثر طعنات بس ما فرعن شي عمره ما وشل. الله 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 الله. ترى بقلب النهر الله تلقش كثر طعنات بس ما فرعن شي عمره ما وشل، اللي ينشف ينسحك والرطب ما ينداس. ايه. القصص عاهر تصير ما بدت تقبلك وادم، أكوادم ترى على المصلحة ماشيك. ما ذول اللي تعبون. أي والله سيد أكوادم ترى على المصلحة ماشيك. أيوة. وعلى وياك تفتر فرة المغزل. أكوادم ترى على المصلحة ماشيك وتفتر علي بجيبك فرة المغزل. أها. أي والله الله. أكوادم ترى على المصلحة ماشيك وعلى وياك تفتر فرة المغزل، وكوادم مثل حرحارة الفلاح خشنة وبالمعاشر دوم ما تنمل. الله الله يسلمك سيد. أكوادم مثل حرحارة الفلاح خشنة وبالمعاشر دوم ما تنمل، زحفة وبالسكت الخاطر الموزون. الله الله يسلمك. زحفة بالسكت الخاطر الموزون، بالسكت الخاطر الموزون، والمعدل يرافق بس المعدل، بلا عيون بس يسافر الدخان. فعلا كن تقود انيته بكل كتر يندل، حتى الما يعرفك من تصير بخير، حتى الما يعرفك من تصير بخير، يجيك ويما يخشى خد المدلل، ترى نيت القصيبه تلم شمل بالراس. الله. ترى نيت القصيبه تلم شمل بالراس، تلم شمل بالراس، وبس بشفوف عاشق حلوه من تنحل، التم لا تطشر روحك وتحتار، ومن يضيج وقتك ميز اللي يسأل وخذ عبر الشمع شي يحترق للغير، قضى عمر الشمع من يوقف مبهدل الوادم، سيد الوادم مو شكلها على الشريف تخاف. الله فعلا الوادم مو شكلها على الشريف تخاف، خربت والأصيل بجار تتغزل. الله الله. الوادم مو شكلها على الشريف تخرب، خربت والشريف بجار تتغزل، خربت والشريف بجار تتغزل، السمعة مو وجه بس شوهتها الناس. اي بالله السمعة مو وجه بس شوهتها الناس، ومن تصير امام بهالوقت تفشل، وانا شي يندفع ما احب ان الكاروك. اي
وانا شيء يندفع. ما احب ان الكاروف، ما احب ان الكاروف، وكو هوايه ترى من الطرده ما تخجل، وكو هوايه ترى من الطرده ما تخجل. الله انا ما ارد اعقب، الوقت اشرف عن انتهاء، سمعنا مسك الختام. خادمك سيد، سيد سمعك لوحه للشهداء التظاهرات. انت حر. الله يسلمك. احب وحده، احب وحده ونثرت بعينها سنيني، ومثل دم بقت تمشي بشراييني. رحت اخطبها، رحت اخطبها، ابوها رفض يطيني، قال انشد عليك، وقلت له ما تحتار، بكل ساحه شرف موجود تلقيني. لطم بجفوفه قصته وقال قبحها، ومن دم ربعك ارسم حلقه باصبعها. اخذها بدون مشيه، خذها بدون مشيه، ولا ترجعها، الف هنيال اذا ناسب نتشريني، او للحبوب خذها، للحبوب خذها، وعالصور فرها، ويم صوره عمر سعدون زورها، بس بالك تجي سبطر فظافرها. تعرف ويقلها بالك لا تلجميني، وودع الناصريه اللي بيها زلمه هواي. اي وللتحرير خذها الاطهر من الماي، خلها بشفها تعدل قذله السراي، خلها بشفها تعدل قذله السراي، خربها الرصاص ولسه تاذيني صفاء، براسه لسه اناي محروره، ويغمض من تجي نسوان وتزوره، ما شايف لي، ما شايف لعين تغمض بصوره، ما شايف لعين تغمض بصوره، كوني يصير شا بدلت بسنيني، وخذها الثائر، ثائر الطيب، وخذها الثائر الماء بدل زماطه، هذاك الطيب الما عرس بقاطه، وسير لهله قلهم رايد رباطه، سير لهله قلهم رايد رباطه، قمط بيه خلفتي وزلم يطيني. الله يسلمك سيد. يا رب المغفره والرحمه لشهداء العراق، الله يرحم جميع شهدائنا. تعبتك اليوم بالحلقه سيد، كل الشكر والامتنان لك. الله يسلمك مولاي، كثير ناسك وجمهورك يا حبيبي سيد. اني اشكرك على الدعوه، كلش فرحان. الله يسلمك، واشكر الكادر، كادر قناه طليعه وبرنامج رسائل، وان شاء الله اكون ضيف خفيف الظل عليكم يا حبيبي، وان شاء الله كل التوفيق، وجدا استمتعت ان شاء الله. الله يسلمك يا حبيبي، يا حبيبي طيب. سيد وليد يحفظك. مشاهدينا الكرام، شكرا لكم لحسن المتابعه والاصغاء، انتظرونا بحلقه جديده من برنامج رسائل، كونوا في امان الله.